الآن فين راح نروح؟ راح نروح للعاصمة أكيد الغالية الرياض. ما لنا غنى عنها. أبداً تأكيد، وأكيد هناك أجواء جميلة ومميزة جداً. وزملائنا محمد المشاري ونرجس العوامي، كل عام وأنتم بألف خير يا رب. عيدكم مبارك. وأنتم بألف خير وصحة وسلامة. أهلا وسهلا، حياك يا عيد وينعاد علينا إن شاء الله وعليكم بالخير وبالبركة. اليوم موجودين في واحدة من الأماكن اللي رجعت لها روح الحياة وروح السعادة والفرح في عيد الفطر المبارك هذه السنة، بعد ما كان العيد الماضي نشهده في داخل الحجر المنزلي، لكن اليوم بدأت تظهر الفرحة والسعادة على وجيه الناس الحلوين اللي معنا وبرفقة اليوم نرجس العوامي. كل سنة وأنت طيبة يا نرجس. وأنت طيب، كيف قضيت عيدك محمد؟ والله أنا عيدي أول يوم، يوم عيد، يوم كان يعني عائلي عن بعد، طبعا العائلة كانت خارج الرياض، لكن العيد وفرحة العيد لما تشوفين لمة الناس وحياة الأماكن العامة بدأت ترجع فيها الفرحة وبدأت ترجع فيها بهجة الناس وفرحة الأطفال. للأمانة يعني مثل هالمشاهد هذه كنا غايبين عنها لفترة طويلة، وإن شاء الله نرجع لها بأمل وفرحة أكثر، خصوصا بعد المجهودات السعودية وبعد مجهودات الجهات المسؤولة اللي وصلتنا اليوم لهالمرحلة، قدرنا نجتمع ونرجع للحياة الطبيعية إن شاء الله، والقادم أجمل وأجمل. اليوم لازم انتم يعني منورين اثنينكم ترى يا محمد، ضروري جدا. انت ونرجس منورين اثنينكم، بس عندي سؤال قبل ما تبدأون، عطيت نرجس عيدية ولا لا يا محمد؟ السؤال الصعب. عيدية نرجس ورا الكاميرا، جيبوا لي عيدية نرجس، جيبوا لي فلوس الصراحة. يلا الكلمة الكلمة والصورة عندك الآن، يلا عطني الثانية. طيب اليوم عندنا نرجس، حكي لهم اعطيهم نبذة عن مجموعة الهدايا اللي موجودة عندنا اليوم. طبعا هني الناس متجمعة وكعادة ام بي سي لازم تعيد عليهم بالهدايا والأشياء الرهيبة والاحتفالات اللي أكيد في كل مكان. اليوم عندنا هدايا من كارديال مقدمة وأيضا من العربية للعود، راح ننبسط أكيد، وإحنا نعرف مشاعر الناس بالعيد السعيد وكيف قضوا مشاعرهم. هذا اللي يعنينا وهذا اللي يهمنا، إنهم يكونوا مبسوطين ومحتفلين معانا كإم بي سي كعادتها زي ما قلنا، إن هي دائما سباقة في هذا الموضوع، وعلشان ننشر السعادة والأمل والفرحة أكثر في هاليوم العظيم. نرجس تفضل الهدايا، وهذولا ما شاء الله الناس الأطفال الجميلين الحلوين، خلينا نشوف. تعال تعال تعال. أيوة كل عام وأنتم بخير. يا سلام حبيبي، تستاهل هدية. خلي يجي خلي يجي خلي يجي اللي عندك. طيب هذه برضو من العربية للعود، تستاهل. لا خليكم مكانك مكانك مكانك، جايينك جايينك جايكم. طيب رافد عطيني عطيني الهدايا اللي عندك، أنا أهم شيء بس نحاول نحافظ على المسافة وما تسوون زحمة أهم شيء. إن شاء الله الهدايا بنحاول نوصلها للكل. بس تقولي بمناسبة العيد. العام أنت بخير. وش سويتي في العيد؟ طب تعالي تعالي قربي قربي دقيقة نرجس، خلينا نشوف هنا العائلة. هذه واحدة من الأمهات، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. قولي للناس بالعيد. بقول لهم كل سنة وأنتم طيبين وربنا يحفظنا جميعا. تفضلي تفضلي. تعالي أول شيء تعالي تعالي هنا، تفضلي جنبي، أبيك قريبة عندي. وش تقولي للناس بهاليوم وبهالعيد وبهالفرحة هذه؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والله يجعله عيد مبارك إن شاء الله، ويعيدوا علينا وعليكم أعوام مديدة يا ربي، وحنا بأحسن حال يا ربي يا كريم. آمين. ونغير الله حالنا من حال إلى حال يا ربي لك الحال. تفضلي تستاهلين هذه ساعة من كارديال، تستاهل هدية، كل عام وأنت بخير. أعطونا مساحة شي يبشر حبيبتي. إذا في هدايا أكثر طبعا رافت. فرحة الناس لا تقدر بثمن، مبسوطين. يلا تفضل تفضل فعلين. واحدة واحدة بس واحدة. أيوة طيب أنتوا ليش غطيتوا على الكاميرا؟ غطيتوا على الكاميرا. تفضل معي أنا. تفضل تفضل. جايب عائلتك؟ اي ان شاء الله. بتقول للناس بس قرب لي شوي قرب لي. طيب محمد ما شاء الله تبارك محمد. الله شايفين التجمهر والعدد الكبير، حاب نقول لكم شوي بس الكاميرا ما ادري اذا محمد ونرجس يسمعوني الان ولا لا. قول علي اسمعك. يعطيك العافيه، والان خذ وقتك واهديهم زي ما تبغى، احنا بنرجع الهواء زين ان شاء الله. يلا بالتوفيق لك ولهم ان شاء الله. بكره وبعد بكره من نفس المكان يا علي ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق يا محمد وبالتوفيق يا نرجس.